طب كابتن عرفت هاخدك في حته تانية جماهيريه شويه على السوشيال، لما قال لك شيكابالا وخامة بليات بتاع زيمبابوي، وانه تابعت القصه دي؟ تابعت وكنت قاعد مع مجموعه اصدقاء لي من شفت. السوشيال ميديا الزملكاويه انا عايز والاهلاويه. اقول السوشيال يعني انا كان ليا راي ان الناس ما تاخدش الانطباع من السوشيال، يعني هل في مقارنه يا كابتن اصلا فنيه بصراحه لا يعني خالص خالص بين خالص الاثنين؟ خالص. ما فيش مقارنه فنيه لا لا خالص خالص، يعني. ولا شيكابالا اصلا حاجه زي كده ولو بالظبط انت رحت يعني. زيمبابوي، زيمبابوي بلده، وسالتهم مين احسن فنان، هيقولوا شيكابالا الجمهور يعني. يعني ما بص، شيكابالا لعيب كرة كويس، انما ايه المقارنه؟ ايه وجه المقارنه؟ ومقارنه ليه؟ لا قوي يا كابتن، ده الاتحاد الافريقي بيعمل زي ترويج لموضوع للموقع بتاعه، يخش الجمهور ويخش تصوير، انت بالظبط عارف. كده فاهمني يعني. لكن لكن اقصد اهو ده انت اعمل توقع للمباريات واعمل جوائز، شوف كميه التليفونات عندك هتبقى يا كتير كابتن بيزودوا الريتش على الصفحات، وانت عارف الكلام بالظبط بتاع كده. السوشيال ده. انما طيب اقصد انا بقول لك المقارنه غير عادله، غير عادله اه لبليات مش لشيكابالا يعني. يعني مفيش مقارنه اساسا فنيه انت بصراحه نادي يعني. الزمالك، نادي بطل، نادي طبعا مش لا، عارف ايه، وشيكابالا يا كابتن من اساطير تاريخ افريقيا يا كابتن، تاريخ يعني فنيا فنيا ما فيهاش. رغم انه ما خدش حقه برضه. ما خدش حقه، هو بقى السبب في كده. لكن انا بتكلم فنيا. هو السبب وانا اسف، وانتوا كمان السبب، انتوا كاعلاميين ما تفتحش معانا الموضوع ده يا كابتن. هو بقى لا 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 هو لا لا والزمالك لا لا السبب مش انا احنا. انت عارف لا 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 طب لا اعلاميين ليه؟ بالعكس احنا بندش كيبالا حق. ده انا بكلمك اهو، انتوا ما انا بقول لك بكلمك انتوا بديله حقه. اسمع. لا 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 ما لا، في فترات الحبه كانت بتبقى قبه، كانت بتبقى قبه كبيره معلش قوي، معلش فحاجات معلش، بسيطه كانت بتحصل، فكان بيظلم، كان بيظلم. وبعد كده جت بس خد بالك صفقات بقى. شيكابالا كان في انطباع عنه يعني، كان مشوش فترة لو تفتكر. انما اخر سنتين ثلاثة الحقيقة يعني قائد قوي جدا للفريق، بره الملعب وجوه الملعب، رزانة، عقل، مؤثر فنيا. عارف ده، عارف ده تم فالانطباع امتى؟ حصل عارف ده زي تم سويتش. امتى؟ لا لا لا، عارف ده تم امتى؟ لما بقى في سوشيال ميديا، مش هقول اعلام زملكاوي، سوشيال ميديا زملكاويه، ابتدت بعض الناس تفهم، لان دايما كان كل حاجه لا يا كابتن محبوكه مش عايزين بقى يا بتبان كابتن. عن طريق ناس وما ثانيه، مش تبخسش عن طريق حقه ناس برضه يا زملكاويه. كابتن، مش السوشيال هي اللي عملت. ما تبخسش حقه برضه. هو شيكابالا برضه غير من نفسه واستقر نفسيا اكتر، وبقى يعني عصبيته هسكت قلت كتير عن زمان. هسكت 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 بس انا لا ممكن هو نفسه اتغير يعني، هو نفس ايوه شيكابالا ماشي. بصراحة. هقول لك على حاجه، وبرضه ادم، برضه مصر ادم مصر ادم عقله ماشي. شوية. لا لا بس هقول لك على حاجه، مصر خسرت شيكابالا كلاعب دولي، لا ما هو لان للاسف كان في توجهات حتى في المنتخب، حتى عليا انا شخصيا يعني. انا افتكر في يوم كابتن محسن صالح يعني وربنا يديله الصحه والعافيه، طبعا الكلام قديم وكده، انا كنت افضل لعيب كوره في مصر، والاعلام كان بيقول له انت ازاي ما بتاخدش عفه. لما رحت المنتخب كنت رايح، كنا بنلعب منتخب روسيا او منتخب حاجه زي كده يعني، فلقيته عامل ارقام كده، نمره واحد نمره اتنين، حاطط لي نمره اربعه وانا افضل لعيب كوره في مصر، طب وحاطط مثلا في المكان اللي هو حاططني فيه اللي هو مش بتاعي اصلا، حاطط مثلا كان مين واحد واثنين وثلاثة يا كابتن؟ واحد كان حاطط كابتن، يعني مع احترامي طبعا، كابتن هشام حنفي، هشام كابتن حنفي كان رقم يعني واحد. مين عليا رقم اثنين؟ عليا يعني. المهم لا قول لي المهم بس الثلاثة عايز اللي اوصل قبليك لك بس حاجه، عشان الناس تعرف. لا عايز اوصل لك حاجه، ان انا رحت طلعت على البورده ورحت شاطب كل دوت، وبقى بمنتهى الغرور، لو ان انا ما كنتش مش طبعي كده، فقلت له انا جاي هنا نمره واحد، هلعب اوكي، مش هلعب امشي. راح كابتن سمير عدلي راح حاضني وبتاع، وخدت راحت شنطتي وامشي، قال لي لا هتلعب. ان لعبت الشوط الاولاني جبت جون وخدت بعضي من المنتخب وخدت بعضي ومشيت، لاني كان في توجه عام في حتت كتير طب جدا. بس اسالك سؤال، كان عشان الناس تعرف بس، انت كنت ايوه مظلوم ولا لا في رقم اربعه؟ لا كان مظلوم، كابتن هشام كنت حنفي ومين؟ لعيب كوره في مصر ومين كان معاك في المركز بتاعك في المنتخب؟ 96، انا كنت افضل لعيب كوره في مصر. ايوه مين كان معاك يعني في الحته؟ ما انا فاكر يا كابتن بس عشان الناس تعرف. انما اللي بتكلم عليه، مش عايز بتكلم تقول ان اسماء ليه؟ طب قول لي. كان نادي الزمالك ضعيف اعلاميا للاسف. مين كان معاك في الحته دي؟ مش عايز تقول ليه؟ مش فاكر اصلا. انت اوكي بص، ماشي انت ماشي. نمره واحد، فما بتبصش يعني، بس مش كابتن قصدي حاجه محسن يعني. سنة 96، لا كابتن محسن كان سنة
كان مسك فتره كده قليله كده ممكن قليله كده وما هو عموما كابتن عفت دايما انا اسف دايما كل اللي هتلاقيه في فترات قريبه كده هتلاقيه ان ده توجه عشان يمسك حته معينه لفتره معينه بيخلص عموما في يعني انا معاك. انا بشكر حضرتك طبعا كابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك الاسبق طبعا والمنتخب مصر، لكن انا معاه في حته ايه؟ انه ممكن يبقى فيه لعيب ايجابي جدا ولعيب كبير ومشروع لعيب كبير، لكن عنده بعض الاخطاء. ممكن شيكابالا جه في وقت من الاوقات، شيكابالا من اللعيبه اللي بتلعب من بدري جدا، على فكره شيكابالا كان لعب مع اجيال، يعني شيكابالا لعب جنب حسام حسن وابراهيم حسن يعني لغايه دلوقتي، شوف بقى لغايه ما وصل لامام عاشور ويوسف اسامه نبيه ونيمار، ويعني بتتكلم في وحسام اشرف وسط الاجيال الاخيره دي، مرورا بقى بكل الاجيال. هو كان عنده بعض الحاجات ممكن يعني كان لازم حد ياخده ويوزنه ويظبط معاه، يعني الانديه الكبيره في العالم بتعمل كده. احنا يعني شيكابالا نموذج، وابراهيم سعيد كان في وقت من الاوقات نموذج، كان من افضل اللاعبين في افريقيا. ابراهيم سعيد ده كان لعيب جامد جدا، جمال حمزه، يعني كان في لعيبه جامده جدا 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 كانت محتاجه في بعض الاحيان ممكن تفكر غلط، ممكن ياخدوا قرارات غلط، ممكن يبقوا مندفعين في مواقف معينه، ممكن يبقى الشباب واخدهم في حاجه، بيبقوا محتاجين حد يظبط لهم. احنا كنا مفتقدين لفتره كبيره الحقيقه القصه دي.